السلام عليكم ورحمة الله. نتابع إن شاء الله محاضرات النيوكليور تكنيكس، نتحدث إن شاء الله عن المولكيولار كلونينج. طبعا كان عندنا حديث في السابق على موضوع البي سي آر، وكأنه أنت بتتحدث على موضوع أمبليفيكيشن. المولكيولار كلونينج هي عبارة عن فكرة أمبليفيكيشن، ولكن تأخذ عندنا بعدين. البعد الأول إن أنا عايز أعمل أمبليفيكيشن لسيرتين جين ان فيفو، وهذا الكلام رح نتحدث عنه ان شاء الله مور ديتيل ليتر اون. والشغله الثانيه انه انا عايز اعمل برضو امبليفيكيشن، او يكون عندي حاجه اسمها لارج سكيل اوف بروتين، وكانه بمعنى اخر انه انا عندي جين بامكاني ادخله في داخل فيكتور معين وفي داخل البكتيريال سيلز، تمام، او اذر سيلز يوكاريوتيك سيلز، ويحصل هناك عملية امبليفيكيشن لهذا الجين، وكأنه بعمل انا عملية بي سي ار امبليفيكيشن، تمام. اذا كان القضية قضية انه عايز اعمل ستور ويكون عندي هذا الكم من هذا الفيكتورز، تمام، واتأكد انه التارجت دي ان ايه اللي انا بدي اياه موجود في الخلية، بامكاني اخزن الخلية هذه الموجود فيها هذا الفيكتور اللي ضمن بنسميه احنا عبارة عن بلازميد او اذر نيم، تمام، وبنخزن الخلايا الى ان نحتاجه في اي وقت اخر. هذا الوضع بنقول عن الفيكتور هذا اللي حمل التارجت تاعنا بنسموه كلونينج فيكتور، تمام. لكن في عندنا فيكتور اخر بيحمل هذا الجين that we are interested in، ولكن معنيين انه ناخذ من هذا الجين بروتينز، يكون عندنا لارج سكيل اوف ذا بروتينز، تمام. في الحاله هذه انا بقدر اقول انه انا في عندي اكسبريسنج فيكتور، يعني وكانه في كاركتر للاكسبريسنج فيكتور تختلف نوعا ما عن الفيكتور بتاعه الكلوننج. طبعا اكيد في خلاف زي ما هنشوف ليتر اون. اذا على هذا الاساس بصير عندنا عمليه اللي هو بمعنى الاصح، بمعنى اصح انه الفيكتور الموجود عندنا كاكسبريسنج فيكتور له سيرتين كاركتر زي ما هنشوف ليتر اون، يختلف عن الكلوننج فيكتور بشكل عام من عده اوجه زي ما هنشوف هناك المفارقات ليتر اون. اذا بمعنى اخر يوجد عندنا حاجه اسمها بلازميد. البلازميد هو عباره عن سيركولار دي ان اي، تمام. هذا السيركولار ده دي ان اي كان بي انسيرتد انتو بكتيريا او انيمال سيل، تمام. وطبعا عمليه الانسيرشن بتاعت البلازميد او بتاعت الفيكتور تاعنا ممكن احنا نعطيها اكثر من اسم. البروسيس نفسها ممكن يكون اسمها ترانسفورميشن، تمام، انه احنا بنعمل عمليه ترانسفورميشن بحيث انه وي كان تيك نيكد دي ان اي، تمام، اللي هو هذا الفيكتور، وندخله في داخل خليه موجوده عندنا زي البكتيريا اللي احنا هنحكي عنها كمان شوي. اوكي، اذا عمليه الترانسفورميشن هو عباره عن ادخال فيكتور، تمام، انسايد ذا بكتيريال سيل، ولكن طبعا في هناك اسلوب لعمليه ادخال هذه البكتيريا في داخل هذه الخليه. اوكي، بعض الاحيان في عمليه الكونجوجيشن، انه بصير في هناك ارتباط ما بين سيل وسيل، بكتيريا سيل وبكتيريا سيل، وفي بيصير تبادل او ترانسفير لهذا البلازميد او لهذا الفيكتور، وينتقل عندي من بكتيريا الى اخرى. في عندنا تفكير اخر انه يحصل عندنا حاجه اسمها ترانسدكشن، تمام. ترانسدكشن انه احنا بنعمل عمليه ترانسفير للفيكتور او فايرال فيكتور بالمعنى الاصح انسايد ايوكاريوتيك سيل، فبيسموا العمليه عمليه ايش؟ ترانسدكشن، يعني كانه الان عمليه ترانسفورم اوف ذا فايرال فيكتور تو ذا انيمال سيل. اوكي، طبعا برضو باسلوب او بطريقه معينه ممكن تكون موجوده عندنا. كمان عندنا في الترانس فيكشن، عندنا كمان الترانس ترانس فيكشن، اوكي، اللي هي من خلال الميثودز اللي احنا عايزين نستخدمها از ترانس فيكشن، اللي هو عمليه اقحام، اللي هو ترانسفيكشن عمليه اقحام الدي ان اي، تمام، بتاعتنا انسايد ذا
اللي هو الايوكاريوتيك سيل، هذه بسموها ايش؟ ترانس فيكشن. تمام، ترانسدكشن اللي هو اقحام الفايرال فيكتور، تمام اوكي، اللي ممكن يكون طبعا حاملين لنا قطعه الدي ان ايه اللي احنا بدنا اياها، تمام، انسايد ذا ايوكاريوتيك سيل، فبنسميها ترانسدكشن. ترانسفورميشن اللي هي عمليه ادخال الدي ان ايه اوكي بغض النظر ايش هو، ممكن يكون عباره عن بلازمين انسايد ذا بروكاريوتيك سيل، فبسموها ترانسفورميشن. طبعا هذا الامر طبعا ممكن يحصل عندنا عمليه الترانس فورميشن او الترانسدكشن او الترانسفيكشن، ممكن يحصل عندنا بيوز فيزيكال ميثود او كيميكال ميثود ممكن نستخدمها في هذا الامر. تمام، يعني بيجي بيقول لي هنا several different transfection techniques are available such as calcium phosphate transfection، يعني بيستخدموا كالسيوم one of the خلينا نسميه كوفاكتور في عملية اللي هو إقحام اللي هو الدي ان اي في داخل الايوكاريوتيك سيل، في داخل الايوكاريوتيك سيلز، او من خلال الكتروبوريشن. الكتروبوريشن انه بيعرض خليه الايوكاريوتيك سيل الى الكتريك فولت، تمام، وبصير هناك نوع من الديستيرب للممبرين بتاع الايوكاريوتيك سيل، وبصير هناك عمليه ايش؟ ادخال لهذه قطعه الدي ان اي في داخل الايوكاريوتيك سيل. مايكرو انجكشن ممكن بسيرتن انجكشن بسيرتن ميثودز بيصير في عندنا انجكشن في داخل الخليه، او ممكن ندخل الدي ان اي من خلال لايبوسوم ترانسفيكشن. لايبوسوم ترانسفيكشن ايش يعني؟ لايبوسوم ترانسفيكشن يعني الدي ان اي اللي انت بدك اياها، تمام، ممكن تحطها في داخل لايبوفيليك ماتيريال، تمام، واحنا عندنا في ممبرين في لايبوفيسيتي فيليسيتي، فبيحصل في عمليه فيوجن من هذا لهذا الدي ان اي انسايد ذا سيل، وهذا احنا بنسميه لايبو، استخدام اللايبوسوم. يعني لو كانه بكون الدي ان اي ذات يو ار انترستد تو ميك تو انتر ات انسايد ذا سيل ويل بي كوتد ويز لايبوسوم. البلازميد اللي ممكن نعمله عمليه ترانسفير للبكتيريا ممكن في يكون في حاله ستيبل ترانسفيكشن or may remain independent، يعني بيحصل له يا اما يحصل له integration inside the genome اوكي، بتكون عباره عن stable inside the genome of the bacteria، او ممكن تكون عباره عن transit، يعني صار في عنا عمليه entrance للبلازمد inside the cell لكن ظلوا عباره عن موجود لفتره معينه has its own independence. اوكي، الفيكتور كفيكتور اللي احنا ذكرناه از بلازميد قلنا ممكن يكون عباره عن كلونينج فيكتور او يكون عباره عن اكسبرسنج فيكتور، او اكسبرسنج يعني يكون عباره عن فيكتور عباره عن عائل بيعمل لي بس عمليه كلونينج عمليه زياده نمبر، او ممكن يعمل لي ايش هذا الفيكتور يحصل عندنا عمليه الترانسكريبشن وعمليه الترانسليشن من خلال هذا الفيكتور، ويصير عندنا عمليه ترانسكريبشن لمين؟ لا اللي هو الار ان اي ذات وي ار انترستد ان از ويل از ترانسليشن على اساس يعطي البروتين ذات يو ار اولسو لوكينج فور. اوكي، سو ترانسفورميشن ميكانيزم، بكتيريا ترانسفورميشن مي بي ريفيرد تو از ستيبل جينيتيك تشينز بروت تو بكتيريا كومبيتنس اللي هي البكتيريا نفسها باي تيكينج نيك دي ان اي two different form of competence should be distinguished، يعني الدي ان اي الموجود عندنا في البكتيريا هذول بنسموهم competent cell natural and artificial. natural انه انا بمكان انجل من خلال الكونتاكت كما ذكرنا في موضوع الكونجوجيشن between the two cells together مما عمل فيوجن وحصل في عندي ترانسفير لمين؟ للبلازميد from one cell to the another to another. ولكن بصير عندنا على الجانب التالي artificial انه انا في اللاب بامكاني اعمل عمليه اقحام لهذا البلازمين، تمام، inside the cell من خلال certain material inside the bacterial cell من خلال certain material، وهذا الامر طبعا can we use conditions that don't normally occur in nature، يعني شيء مش في الطبيعه بيحصل. شيلينج سيلز
in the presence of divalent cation. إذن إيش اللي بيحصل؟ إني أنا بعرض الآن الخلايا البكتيرية لعملية شيلينج، تمام؟ في وجود كالسيوم كلورايد، أوكي؟ في وجود كالسيوم كلورايد، والآن الخلايا البكتيرية بتكون موجودة في آيس، تمام؟ وبنروح بنضيف عليها البلازمد اللي هي قطعة الدي ان ايه، او بنقول عنها الفيكتور السيركولار دي ان ايه، تمام؟ وبنضيفها في وجود الكالسيوم كلورايد. بنضيفها وبنعمل عملية شوك. هي موجودة الآن في آيس، وبعد هيك بتروح بتعرضها تقريبا ل 42 درجة مئوية، لا تقريبا 30 سكند او 1 مينت، فبتعمل لها عملية هيت شوك، تمام؟ الهيت شوك اللي بيحصل عندنا هو بيزيد عندي من عملية الانكريز البيرميابيليتي. انكريز ليش؟ لا البيرميابيليتي، تمام؟ او بالمعنى الاصح لما بنكون حطينا احنا بايس بصير عندي ادهيرنس للبلازمين تو ذا ايش؟ تو ذا ممبرين. لكن عندما يحصل عملية الهيت شوك، تمام؟ هيحصل في عندنا فلويديتي بتاعت الممبرين ويل بي انكريز، فبصير الممبرين بتاعت البكتيريا مور ويك، تمام؟ وفي مجال انه يطلع يكون عندي زي هولز، فتحات، ويسمح لدخول مين؟ دخول هذا البلازميد انسايد ذا سيل. اذا هذه البروسيس هي عباره عن بروسيس ارتفيشال، وطبعا في لها افيشنسي بحيث انه بالفعل نتاكد كمان انه صار في عندي اللي هو الترانسفورميشن بروسيس للبلازميد ذات وي ار انترستد ان انسايد ذا. بمعنى اخر انه يعني بقول لي هنا this method of work very well لما انت بتحاول تعمل ترانسفورميشن ل بلازميد تو ذا بكتيريال سيل. وبقول لي اكسلنت بريبريشن، يعني يكون عندك تقريبا 10 قوة 8 كولينز من البكتيريا على 1 مايكروجرام اوف ذا بلازميد. 1 مايكروجرام يعني معناته a lot of the بلازميد. اذا اوكي، لو كان عندنا 10 ممكن يكون بور 10 كل قوة 4 كولونيز بير مايكروغرام اور ليس، ممكن يكون ليتل بيت بور، لكن اتس اوكي كان بي اكسبتد بشكل او باخر. اذا احنا عايزين نعمل الشيء هذا ليش؟ لانه عايزين يكون عندك اكبر كم من البلازمين عايزين ندخله بداخل ايش؟ الريد بلاد سيل. في هذا السياق، في هذا السياق بنقدر نقول ان جنرال، ان جنرال، تمام، انه لابد احنا كمان نحضر البلازميد، تمام، بحيث انه يكون داخل البلازميد اور تارجت، تمام. الان فرضا انا عايز اعمل عمليه انتجريشن للدي ان اي بتاع مثلا على سبيل المثال فاكتور 8، اوكي، في داخل بلازميد اللي هو سيركولار دي ان اي، اوكي. في الحاله هذه انا بدي اكون يعني متاكد انه البلازميد اللي انا عايز اعمل له ترانسفورميشن في داخل البكتيريا سيل يوجد في داخل هذا البلازميد ايش؟ الجين ذات يو ار انترستد ان، فاكتور 8، هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، اي جين لاي فاكتور او لاي بروتين ذات يو ار انترستد ان. لان انا مش عايز ادخل بلازميد في داخل البكتيريا سيل على الفاضي، مش اور انترست، اذا مش هنستفيد من هذا الستوك اللي انا ممكن اخذه. طيب اذا هذا الكلام بنقل لي لنقطه اخرى هنا، بنقل لي لنقطه اخرى انه انا لازم ادير بالي، لابد انا الان فهمنا موضوع الترانسفورميشن انه ممكن يكون عندي من خلال عمليه شيلينج وعمليه اللي هو هيت شوك زي ما ذكرنا. الان ايش بيجي نتحدث هنا بنقطه انه لو حصل في عندي اوبتيمال انسيرشن للجين بتاعي في داخل الفيكتور او في داخل البلازميد، فبيقول لي ذا بيست الريشيو ابروكسيميتلي 1 ل 3. يعني لو كان عندي انا فيكتور 1 و1 موليكول مع الفيكتور، ممكن لو افضل شيء كمولر ريشيو يكون عندي 3 موليكول من الانسيرت، يعني قطعه الدي ان اي ذات يو ار انسيرتد ان. يعني فرضا انا الان عملت اللي هو بي سي ار لفاكتور 8 مثلا على سبيل المثال، لقطعه الفاكتور 8 او للبيتا جلوبولين جين، ممكن هذه القطعه اخذها واعملها انسيرشن، تمام، في داخل البلازميد. يعني اروح اعمل كات للبلازميد
واعمل انسيرشن ويحصل عمليه الانجيشن زي ما حنحكي سون. تمام، هذا الكلام بيحصل. فافضل شيء يكون ان هذا الوضع بيجي بيقول لي هنا ممكن احنا نعمل عمليه حسابيه. تمام، يقول لي كعمليه حسابيه اني اقدر احسب، يعني سجل عندك هذا، سجل عندك هذه الملاحظه، انه انا بامكاني اعمل اللي هو احدد هاو ماتش، تمام، من الانسير تاعي كان اي اد تو ذا فيكتور اللي هو للبلازمد وذ سيرتين ويت اند اولسو سيرتين لينث. واضح؟ اذا عيد ثاني، بامكاني انا اقدر احدد قديش ممكن اخذ من الانسر تاعي ككوانتيتي، والانسرت معروف انا طولي 1000 بيس بير وطولي 500 بيس بير، بامكاني احدد هاو ماتش كان اي تيك من هذا الانسرت تو اد فور سيرتين مايكرو او نانو جرام اوف ذا فيكتور ذات هاف لينكت فور اكزامبل 3 كيلو 4 كيلو 10 كيلو اند سو اون. هذا الكلام ممكن احنا نعرفه من خلال ايش؟ من خلال معادله. فايش بيجي بيحكي لي؟ بقول لي the amount that you are interested in for example equal the amount amount of what of insert equal nanogram of vector multiply by kilo base pair size تاعت الانسرت على الكيلو base pair size تاعت الفيكتور ضرب المولر ريشيو بتاعت مين؟ بتاعت الانسرت على الفيكتور اللي هي 3:1. عيد تاني الان، the quantity is required from the insert that have certain length تمام to add to the vector equal nanogram of vector. اذا انا معني اشوف قديش اضيف نانوجرام من الانسرت، نانوجرام of vector multiply kilo base size of insert size of insert كم كيلو بيس بير السايز، ممكن يكون سايز 3 كيلو 5 كيلو 10 كيلو بيس بير اللي هو ايش؟ طول البلازما اللي احنا عايزينه. على مين؟ على السايز تاعت الفيكتور. تمام؟ ملتبلاي مولر ريشيو اللي هي عباره عن 3:1 الريشيو بتاعت الانسرت للفيكتور. سجل عندنا مثال. لو قلنا احنا مثلا هاو ماتش 500 base pair how much 500 base pair insert DNA needed is needed to be added to 100 nanogram of 3 kilo base pair vector. طبعا would ratio molar ratio 1 vector to the insert 1:3 او insert to the vector 3:1. اذا عشان نحل المسألة هذا باجي بحكي الويت equal مدام بتحكي how much بدنا نشوف قديش انا معطيني اللي هو بدنا اجي اطلع على الويت تاع الفيكتور. اذا الويت equal weight of vector معطيني اياه 100 nanogram ضرب كيلو بيس بير سايز للانسرت قديش انا معطيني؟ معطيني 500، يعني معطيني نص كيلو. اذا عندي 100 ضرب نص، اوكي 100 ضرب نص ضرب 3:1 لانه قلنا انسرت على ريش على فيكتور على الكيلو بيس سايز اوف فيكتور قديش اللي هو عباره عن اللي هو 3 كيلو بيس بير، احنا قلنا اللي هي السايز بتاعت الفيكتور. تمام؟ اذا المعادلة سهلة عندنا في الحالة هذه. اوكي؟ 100 100 ملتبلاي نص، تمام؟ اوكي؟ على 3 ضرب 3:1، وبيطلع عندنا في الحالة هذه القيمة بتاعت قديش عندي أنا كمية اللي هو الـ DNA بتاعت الـ insert that I need to take to make optimal اللي هو ايش؟ insertion of my insert DNA to the vector أو to the target that we are interested in. اوكي،
إذا هذه يعني معادلة واضحة وسهلة وبتخلينا نكون إحنا مطمئنين إيش طبيعة الكمية المطلوبة في هذا الموضوع. أوكي، في عنا هنا بوجي بقول لي أنا ممكن، وهذا الكلام بيحصل مع الأيوكاريوتيك. أوكي، وبيحصل مع يكون عنا البلازميد أو الفيكتور اللي إحنا بدنا ندخله في داخل الأيوكاريوتيك سيل، ممكن يكون عندي لارج، مش 1 كيلو ولا 2 كيلو، ممكن يكون 10 كيلو أو أكثر شوي. إذا ممكن نستخدم هذه اسمها الكتروبوريشن. الالكتروبوريشن اللي عبارة من نضع هذا الانسرت، تمام، بنضع هذا عفوا الفيكتور اللي احنا حطينا فيه الانسرت، طبعا الفيكتور الكبير بشكل او باخر. طبعا انت عارف الممبرين بتاعت البلازما عفوا بتاعت الايوكاريوتيك اكيد مور كومبلكس دان ده اللي هو البكتيريال، فمعناته بنحتاج انه نعمل الكتروبوريشن. ايش يعني؟ نعرض اللي هو هذه الخلايا، تمام، في وجود الفيكتور الى الكتريك فيلد. الى ايش؟ الكتريك فيلد تقريبا من 10 ل 20 كيلو فولتج، تمام. وفي الحاله هذه حيكون عندنا، طبعا حتكون الافشنسي اكيد نوعا ما حتكون نوع ما قليله، لكن احنا ما دام ضمننا وعرفنا بعد هيك انه بالفعل صار في عندنا اللي هو ترانسفورميشن اوف ذا فيكتور تو ذا ايوكاريوتيك سيل، معناته بنكون في الحاله هذه احنا يعني قدرنا نحصل اللي بدنا اياه في هذا الامر. اوكي، هذا بقول لي الامر طبعا احنا بنعمله في حاله انه مثلا بتكون انت معني انه يكون عندك معالجه مثلا، والله انا عايز في الاخر اعمل عمليه ترانس فيكشن، انه ادخل فيكتور على خليه ايوكاريوتيك سيل، تمام، بحيث انه اعمل نوك اوت مثلا مايس، تمام. واحنا قلنا كلمه النوك اوت انك انت بدك تعطل جين، بدك تعطل ايش؟ بدك تعطل جين. فممكن من خلال، طبعا حنحكي عن النوك اوت ان ديتيل ليتر اون، انه ممكن انت تضيف لخليه اللي انت بدك اياها اللي هو عباره عن فيكتور جواه ايش؟ جواه الجين معطل، تمام، اللي هو ممكن في لحظه من اللحظات يعمل كروسنج اوفر مع الجين السليم تاع الخليه ويعطيني اللي هو خليه، او يعطيني في الاخر انيمال عنده نوك اوت ماوس. نوك اوت معناته انه في عندنا تارجت جين لوك لايك ان، يعني بالمعنى الاصح نوت ورك، اوكي، او سايلنت نتيجه عمليه النوك اوت بروسيس اللي تحدثنا عنها. طيب هذا خلينا نمشي هنا شويه. بلازميد فيكتور بقول لي ريكومبيننت دي ان اي فيكتور از ا كارير، تمام، في عندنا بلازميد اكسترا ممكن يكون عندي اوكي دي ار اوتونوسلي ريبليكيتد مولكيول رينج ان سايز فروم 1 ل 200 كيلو بيس، بكون عندنا موجود هذا السيركولار دي ان اي. دي ريبليكيشن كان بي اندر سترينث كنترول لو كوبي نمبر ذات بلازميد از only replicated when the genome is replicated or relaxed. ايش يعني بقول لي هنا؟ بقول لي في عندي يعني صيغتين من ناحيه انه البلازميد كيف يكون وضعه في داخل الخليه، يا اما يكون عباره عن ريلاكس او يكون عباره عن ايش؟ عن سترينج. يا ريلاكس يا اما يكون عندنا ايش؟ يا اما يكون عندنا سترينج. اوكي؟ بمعنى انه ممكن يكون عندي الدي ان اي اوكي كيف يعني؟ انه في عندنا بلازميد دخل الخليه، تمام، لكن هذا عباره عن سترينث وضعه، بمعنى انه انا ما بيحصر ليش عمليه ريبليكيشن الا مع الريبليكيشن بتاع مين؟ بتاع الخليه البكتيريا، فبتحس انا سترينث. لكن لما بكون انا ريلاكس، اوكي، وهذا الكلام طبعا السترينج بيحصل في انواع من انواع البلازميد، تمام، او انواع الفيكتور بكونوا عاده لو كوبي نمبر موجوده في داخل الخليه، فارتباطهم هو ارتباط بالجينوم بتاع الخليه من ناحيه الريبليكيشن، بيحصل هناك ريبليكيشن، بيحصل هنا ريبليكيشن. في الريلاكس
انه عادة بكون عندي يوجوالي عدد كبير منهم، وبكون ريبليكيت كونتينوسلي اوتونوسلي، تمام، ملوش علاقة باللي هو الريبليكيشن بتاعت مين، بتاعت الجينوم بتاع البكتيريا. الآن بيجي بيحكي لي to be useful as a cloning vector، يعني على أساس إن أنت تكون بالفعل cloning vector أو vector بالفعل يعني إلك efficiency، لازم يكون عندك certain يعني character لهذا الفيكتور. الصحيح هذه الكاركتر بدي أحاول أمشي شوية في هنا السلايد في الوردز عفوا، اللي نفس اصل للشكل بتاع الفيكتور بشكل او باخر. الشكل بتاع الفيكتور عندي انا هنا، في عندنا مسميات هنحاول نحكي عنها، سيلكتبل ماركر، اوكي، طبعا هذه اسم من اسماء البلازميد اللي عندنا ممكن يكون موجود، اوكي نو بروبلم، مش قضيه كبيره. في عندنا حاجه اسمها ريستريكشن سايت، تمام، كولد مالتيبل كلونينج سايت اور بولي لينكر، هذه اسماء حنطلع عليها، اوكي. في عندنا اوريجين اوف ريبليكيشن، اوكي، هذه كلها عباره عن مكونات، وين بتكون موجوده عندي؟ بتكون موجوده عندي في الفيكتور اللي احنا بنحكي عنه. طيب الان غير هيك طبعا في عندنا اذر ماركر، الماركر هذا خلينا نطلع على الصوره بكون افضل، ونحكي ونرجع رجوع، انتم بترجعوا تشوفوا ايش اللي بيحصل عندنا بشكل او باخر. الصوره عندنا هنا كصوره واضحه، في الصوره اللي عندي هنا بيجي بيقول لي انا في عندي هنا قطعه دي ان اي، هذا عبارة عن الهوست دي ان اي بتاع البكتيريا، تمام. انا في عندي بلازمن اسمه فيكتور، اوكي، هذا البلازمن او هذا الفيكتور بدي اعمل فيه انسيرشن لقطعة الموجودة عندي هنا، اوكي، وهذه طبعا الان الفيكتور هعمل له عملية ترانسفورميشن في خلال من للبكتيريا. وقلنا الترانسفورميشن متعارف عليه في اللاب، اللي هو بيستخدم الكيميكال ميثود ووجود كالسيوم كلورايد من خلال شيلينج، او بالمعنى صح هيت شوك، تكون عندك البكتيريا موجوده، تمام، مع البلازميد كله في تيوب واحد، بتضيف كالسيوم كلورايد، بكونوا موجودين عندي في جو كول، قول 4 درجات مئويه، وبعدين تعمل له شوك على ايش؟ على 42 درجه مئويه لمده تقريبا نص دقيقه او دقيقه، فهيحصل في عندنا عمليه ترانسفورميشن للفيكتور موجود. الان هذه الصوره هنحاول نقول ايش انت وضعك يا فيكتور. الفيكتور عندي هنا الان بدي اقول في عندي فيكتور كلونينج فيكتور، تمام، اوتونوموسلي ريبليكيتد، عنده اوريجين اوف ريبليكيشن وعنده كل حاجه. اذا ايش في عنده؟ عنده ريستريكشن انزيمز سايت، عنده مالتيبل كلونينج سايت، عنده سمول بكون ايزي تو هاندل، كويس لو كان صغير 2 كيلو 3 كيلو، ريلاكس يعني لحاله بيعمل، ما ملوش علاقه بطبيعه اللي هو الجينوم بتاع البكتيريا من ناحيه الريبليكيشن، تمام، ممكن يعمل ريبليكيشن اوتونوماسلي. اذا كان عندي نوع اكسبريسنج فيكتور حيكون له مواصفات زي ما هنحكي عنها ليتر اون، النمبر كويس لو كان عندي هاي كوبي نمبر. فبقول لي انا في عندي مثال لبلازم فيكتور اسمه بي يو سي 19، هذا البي يو سي 19 موجود عندي، خلينا نطلع، اعتبر هذا الفيكتور بي يو سي 19، تمام، البي يو سي 19 هذا كفيكتور، اوكي، بده يكون له سيرتين كاركتر موجوده عندنا، والسيرتين كاركتر هذه هي بتعطينا دلالات ايش طبيعه الشغل بتاع هذا الفيكتور. نيجي نطلع بداية، في عنا هنا، خليك معي على السلايد، هنا في عنا جين للأمبسلين ريزيستنس، ايش يعني؟ الآن على أساس أنا في عندي هناك بكتيريا موجودة، وأنا مش عارف البكتيريا بعد ما أنا عملت عملية ترانسفورميشن لماي فيكتور تو ذا بكتيريا، هل هذا الفيكتور
دخل البكتيريا او ما دخلش البكتيريا؟ اذا عايز اعطي دلالة. الان بنروح بنعمل عملية ايش؟ بعد ما نعمل عملية الترانسفورميشن بنروح بنحط البكتيريا في ميديا، الميديا فيها دراج، تمام؟ ما تعرف عليه انه البكتيريا هذه في وجود دراج حتموت، لكن اذا كانت البكتيريا جواها فيكتور، تمام، في انتي بايوتيك ريسيستنس جين زي هنا للامبسلين، لا غير الامبسلين، كليندامايسين، ستريبتومايسين او اي هذا، تمام. اذا لو كان عندي امبسلين ريزيستنس جين معناته انا بدي اعمل جروث للبكتيريا في داخل البروت في اللي هو عباره عن دراج امبسلين، على اساس اي خليه بكتيريا ما ننجحش فيها عمليه ترانسفورميشن يصير لها تموت، تمام. اذا ممتاز، اذا الدراج ريزيستنس جين دلالته بيعمل لي سيلكشن، تمام، بشكل او باخر. طيب في عندنا حاجه هنا اوكي اسمها اوريجين اوف ريبليكيشن، وكانه احنا قلنا هذا الفيكتور بيعمل اوتونوماسلي ريبليكيتد، اوتونوماسلي ريبليكيتد بيعمل عمليه الريبليكيشن يعني باي اتس اون، ما بيعتمدش على هذا اللي هو الجين، ما بيعتمدش عفوا على البكتيريا جينوم. في عندنا حاجه اسمها مالتي كلونينج سايت، هنا مالتي كلونينج سايت، مالتي كلونينج سايت هذه ايش اللي بيحصل عندنا؟ الان هذا عندنا فيكتور، انا ايش اللي بدي اياه؟ اللي بدي اياه انا عايز يكون عندي في داخل الفيكتور منطقه اعملها كات، تمام؟ على اساس اقدر اعمل عمليه انسيرشن لماي انترستد جين. قلنا انا عندي جين اسمي فاكتور 8، اسمي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، وكانك انت الان تحكي لنا كيف بيصنعوا الفاكسين، ذاتس رايت، كيف بيصنعوا الفاكتور 8، ذاتس رايت، ولكن هنا الحديث تاعنا حديث على كلونينج فيكتور، كيف بدنا نخزن. الان هذه الاريا الموجود عندنا اوكي يوجد فيها هي عباره عن قطعه دي ان اي اللي هي عباره عن ريكوجنيشن سايت لا انزيمز، يعني انا ممكن اقطعها بسيرتين انزيم. موجود عندي عده انواع من الانزيمات، وهذا طبعا موجود بيكون على الخريطه الجينيه بتاعتها، تمام. هذه اوكي ممكن من خلالها اعمل عمليه الكات بتاعتي، ممتاز. ما دام انت عايز تعمل عمليه كات هنا، اذا بده يكون عندك كمان انت قطعت هنا بهند تري مثلا، نفس القضية لو عندك أنا عندك اللي هو قطعة دي إن إيه كبيرة عايز تاخذ منها قطعة، بدك أنت برضه تعمل حسابك تقطع هذه القطعة بهند تري، على أساس يجي هند تري مع هند تري تصير عملية كومباتيبلتي، ويصير عملية إيش؟ اللي هو عملية بايندينج لايجيشن للقطعة بتاعتك، تمام؟ إذا هذه عبارة عن مالتي كلونينج سايت. طيب المالتي كلونينج سايت هذه جاية في نص جين، تمام، اسمه بيتا جالاكتوسيديز، واضح، تمام، بيتا ايش؟ جالاكتوسيديز انزيم. هذا الجين بيعطيني هذا الانزيم، بيعطيني هذا ايش؟ هذا الانزيم. الان هذا البيتا جالاكتوسيديز جين بيعطيني بيتا جالاكتوسيديز بروتين، وكانه بيعطيني از تو بروتينز، بيعطيني از ايش؟ تو البروتينز. هدول البروتينز طبعا انت هتلاحظهم اسمهم لاك زد الفا ولاك زد ابسلون البروتين، تمام، لاك زد الفا ولاك زد ايش؟ ابسلون بشكل او باخر. الان النقطه اللي انا بدي اذكرها انه هذا المالتيبل كلونينج سايت اللي قلنا عنها اللي بامكانها تنقطع وين جايه؟ جايه في المكان اللي بيعطيني اللي هي لاك زد الفا جين، لاك زد الفا ايش؟ جين بتاع اللاك زد ايش؟ الفا، اوكي؟ اذا لما انت تروح تقطع الجين بتاعت اللاك زد الفا البروتين بتاع لاك زد الفا وتعمل انسيرش للقطعه بتاعتك فيه، اذا انت عملت خلل لللاك زد جين الفا ولا لا؟ عملنا، معناته هيطلع عندي لاك زد الفا او مش هيطلع؟ مش هيطلع، مش هيطلع، معناته انا عطلت
انتاج اللاك زد الفا، معناته في المحصله انا عطلت انتاج الانزيم بيتا جالاكتوسيديز. اذا لو انا الان عايز اعرف المعرفه الاولى انه والله الفيكتور دخل عندي جوا الخليه، نايس. لكن المعرفه الثانيه المهمه، هل الفيكتور اللي انت الان دخلته جوا الخليه يحمل التارجت تاعك ام لا؟ ايوه. كيف اعرف؟ بروح بعمل عمليه ايش؟ بحط سبستريت، تمام؟ هذا السبستريت على الميديا، تمام؟ اللي انا حزرع عليها البكتيريا، اوكي؟ وحيكون السبستريت موجود على الميديا. اذا السبستريت تغير شكله من شكل الى اخر، اعرف انه الانزيم اشتغل عليه او ما اشتغلش، اشتغل عليه. لكن لو ضلوا السبستريت بدون كلر او ما تغيرش الكلر، اعرف انه معناته انه الانزيم ما اشتغلش عليه، معناته الانزيم معطل، معناته التارجت تاعك بالفعل موجود عندي في منطقة اللي هي المالتيبل كلونينج سايت. وبهيك انت بتكون اللي هو ضربت عصفورين بحجر. اول حاجة حطيت الدراج وطلع عندي البكتيريا اللي عندها دراج ريزيستنس لحملان الفيكتور، والشغلة الثانية الفيكتور كمان في نفس الوقت في داخله التارجت جين ذات يو ار انترستد ان من خلال هذا السبستريت. فايش بيقولوا لي بنحط احنا عندنا؟ هذا الكلام هتقرأوه قبل الصورة هذه عفوا، بس عشان يكون ديمونستريشن، انه في عندنا سبستريت اسمه اللي هو عبارة عن لوك لايك موديفايد جالاكتوز شوجر كلر ريس، بسموه اكس جال، بسموه ايش؟ اكس جال. هذا الماده اكس جال، اوكي، عندما يكون موجود از سبستريت في وجود الانزيم، قلت لكم البيتا جالاكتوسيديز، هيعمل عمليه ايش؟ هيعطيني برودكت. البرودكت طبعا له اسم، اوكي، مش مطلوب يعني نحفظ اسمه. هذا البرودكت بيصير له دايمرايزيشن، تمام، اوكي، دايمرايز هذا البرودكت، اوكي، وفي نفس الوقت بصير له اوكسيديشن، تمام، والاوكسيديشن بتاعته هيعطي وكانه اشوف عندي كلر، صار عندي لونه ازرق، تمام. اذا الان لو انا رحت على الميديا طلع علي اللي عليها البكتيريا، والميديا طبعا ايش فيها؟ فيها انتي بايوتيك، والميديا ايش فيها؟ عليها اكس جال. إذا لو أنا رحت زرعت البكتيريا ولقيت البكتيريا تحتيها زراق، تعرف إنه أنت يا بكتيريا صحيح عايشة، الفيكتور صحيح داخل الخلية، لكن الفيكتور لا يوجد جوا إيش؟ التارجت تاعي، تمام؟ ليش؟ لأنه الإنزيم شغال. لكن لو ظلت عندي الكولينز موجودة بدون كلر، معناته إيش صار؟ إنه ما صارش في عندي إنزيم، معناته التارجت تاعي الدي إن إيه اللي أنا بدي إياه انسيرتد جوا البولي المالتيبل كلونينج سايت، تمام. فمن هذا 100% انا هذا الكلون اللي انا موجود ولاقي تحتيته وايتش، تمام، هذا اللي انا بدي اياه، اللي انا ايش بدي اياه. فمعناته انا هيك بكون حصلت بكتيريا، تمام، داخلها فيكتور، وكذلك بكتيريا داخل الفيكتور اللي هو التارجت جين ذات اي ام انترستد ان، اللي هو عباره عن وايت كلر ايش كولوني بشكل او باخر، تمام. هذا هي الصوره بشكل عام. عايز اذكر لنقطة كمان هنا، انه تنساش لا احنا نتحدث على كلونينج فيكتور، نشير من هذا اللاك اي جين، انا بحكي على انهبيتور او ريبريسور، هنحكي عنه في وين؟ في الاكسبريسور اكسبريسنج فيكتور. النقطة اللي عايز اتحدث عنها الان انه انا ايش بصير في عندي في هذا الموضوع. اذا بتتذكروا في عندنا الفيكتور بدنا نعمل عمليه انسيرشن له ل بي سي ار، قطعه بي سي ار. قطعه البي سي ار هذه، اوكي، ايش مالها؟ احنا عارفين لما بكون عندي بي سي ار ايش بكون في نهايتها؟ تذكرين قلنا في عندنا اديشن اوف ادينين، عندك اديشن اوف ادينين، ايش عايز تكون في الفيكتور؟ هذا ذكرت انا الجمله انه انا الفيكتور لازم اعمل له كات فين؟ في المالتيبل كلونينج سايت، واعمل كات، تمام، وفي الحاله هذه الكات بكون بلانت لانه عندي انا بي سي ار فريجمنت عاديه. هذا البلانت بعد ما اعمل كات بهذا الانزيم بروح اعمل اديشن لمين؟ للتي، احنا قلنا البي سي ار
فريجمان عند 3 برايم اريا في اديشن اوف اي، في اديشن اوف ايش اي، اذا في عندنا اي هنا واي هنا لانه دبل ستراند، اذا بروح بعمل تي هنا وتي هنا عشان يشبك الاي مع التي، وكانه انت بتضيف تي. اه صحيح، بقطع الفيكتور وبعد هيك بروح بعمل اديشن اوف ايش، اديشن اوف تي، تمام، اديشن اوف ايش اوف تي، تمام، على اساس يحصل عندي تي اوفر هانج تي، والاوفر هانج تي يجي مع مين؟ يجي مع الاوفر هانج اي الموجود عندي بشكل او باخر، تمام. اذا هذا اللي بيحصل، يعني كيف انا بحضر؟ عندي مثلا بجيب الفيكتور بعد ما انا عملت له كات، تمام، بضيف عليه تاج بوليمريز والبفر تاعه، بضيف دي تي تي بي، تمام، مع ميه، وبعمل له انكيوبيشن لفتره معينه، تمام، وبعد هيك بيحصل عندنا عمليه البناء للتي على منطقه اللي هي الاو اتش اللي اجت عندي بعد الكات، تمام. اذا هنا بيحصل عندي ايش؟ بيحصل عندي هذه التي، وفي الحاله هذه طبعا بعد هيك ممكن اجيب الفيكتور واعمل له انسيرشن. وين اعمل له انسيرشن؟ عفوا، اعمل للبي سي ار برودكت، اعمل له انسيرشن في داخل الفيكتور، تمام، بعد ما عملت الكات، ومن خلال انزيم اسمه ايش؟ لايجيز انزيم، تمام. اذا بجيب الفيكتور وبجيب اللي هو بي سي ار فريجمنت، وبجيب الانزيم اسمه تي 4 دي ان اي لايجيز مع وجود انرجي اي تي بي، تمام، مع وجود البفر طبعا بتاعت اللايجيز انزيم، اوكي، وبيحصل عندنا عمليه اللايجيشن ميكانيزم، وهيك بيحصل عندنا انه وجد عندي فيكتور في داخل قطعته، وعملنا له كات 100%، عملنا له اديشن اوف تي على سميناه في الحاله هذه تي فيكتور، وبعد هيك عملنا ايش؟ اديشن اوف ذا انسيرتد ماتيريال على اساس يحصل عندي عمليه اللايجيشن 100% في الحاله هذه، واللايجيشن ممكن يحصل عندنا اللي هو ايش؟ على روم تمبريتشر. النقطه الاخرى اللي عايز اعملها الان، بقول لي انا لما انت تيجي تعمل كات للفيكتور، تمام، هيحصل في عندك اللي هو انت عملت كات، اللي هي الكات دائما بنحكي عنها عباره عن الفوسفو ذا ايستر بوند، الاو اتش مع الفوسفيت، بنخاف انه احنا انه لما احنا نعمل كات يرجع ايش يشبك ثاني، ممكن يحصل هذا الكلام. فعشان هيك بقول لي انك انت تعمل تو افويد السيلف لايجيشن للفيكتور، عشان بدي اضمن انه اغلب الفيكتورز الموجوده عندي كلهم جواهم انسير، تمام. في الحالة هذه أنت ممكن أنت تضيف إنزيم اسمه الكالين فوسفاتيز إنزيم على أساس يرفع لك الفوسفيت جروب الموجودة في الإندينج بتاعت الفيكتور بعد ما قطعنا، تمام؟ وهيك بتضمن إنه كمية السيلف لايجيشن حتكون فيري ليتل، وهيك بنضمن إنه عندما نعمل عملية اللايجيشن بالإنزيم تي 4 دي إن إيه لايجيز يكون بالفعل صار عندي لايجيشن، مش سيلف لايجيشن، صار عندي لايجيشن لمين؟ للتارجت بي سي ار برودكت الموجود عندنا. وبهيك بكون ضمننا انه صار في عندنا وجود فيكتور في داخله قطعه الدي ان اي ذات وي ار انترستد ان.